يا سلام النار شعلت. النار شعلت وبعد شوي رح يجيك الدفا. انت بس ضمني وانا بدفى لحالي يا نور عيوني. انا رح شوف النار وارجع امي. يلا انت حطي راسك ونامي. إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً. اترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. ألو بابا اسمع، لو سمحت ممكن تجي؟ أمي اليوم مرضانة تعرف؟ حط لهي. بدك تضل تشد وترخي مثل الصنارة، علوها قد ما فيكن. ايه ليك اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.